نعم، نبدأ بالمرحلة الثالثة التي كانت قد تحدثت عنها أيضا الصحف الإسرائيلية اليوم، منها صحيفة هآرتس العبرية، ولكن الحديث يدور بأن إسرائيل أو عن مصادر عسكرية بالفعل تقول بأن إسرائيل تريد التوجه في الأسابيع القادمة إلى المرحلة التالية بسبب الضغوطات أيضا من قبل الولايات المتحدة التي كانت قد أرادت إسرائيل التوجه إليها خلال هذه الفترة وليس خلال الأسبوع أو الشهر القادم عفوا. هذه الاختلافات أو التطورات تتحدث أن إسرائيل سوف تقوم بتقليل وتقليص التوغلات البرية والمخططات العسكرية من داخل قطاع غزة، وسوف يكون هناك يعني وظيفة تكتيكية أو مخطط تكتيكي عسكري لمحاولة القضاء على قادة حركة حماس من خلال عمليات مصغرة أقل حدة من العمليات التي نشهدها اليوم. ولكن منذ مساء أمس كانت قد تحدث الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن كان هناك زيادة في التوغلات خاصة في منطقة خان يونس، تم بعث 5 آليات عسكرية أو 5 وحدات أو ألوية عفوا تابعة للجيش الإسرائيلي، إضافة إلى كتائب إلى هذه المنطقة منطقة خان يونس، وبالتالي ما زالت التوغلات كثيفة في هذه المناطق وأكثر من محور، ليس فقط في منطقة خان يونس إنما أيضا كان هناك اشتباكات عنيفة في منطقة جبالية حسب أيضا الناطق باسم الجيش الإسرائيلي. ولذلك على ما يبدو أن القوات الإسرائيلية الآن تحاول التصعيد بشكل مكثف حتى تتوجه بعد 3 أسابيع على الأقل إلى المرحلة التالية حتى تقوم بتقليص العمليات العسكرية داخل قطاع غزة.